2011 وقفت موسكو بشكل واضح ضد إسقاط حكومة دمشق، وبعد 7 سنوات من تدخلها تمكنت روسيا بالفعل من تغيير توازنات المشهد في سوريا وحققت عدة أهداف. أول هذه النجاحات كان تثبيت أركان حكم الرئيس بشار الأسد ومنع سقوطه، مع العمل على زيادة مساحة سيطرته بشكل كبير. كما عملت روسيا منذ قدومها إلى سوريا على إحداث تغييرات في بنية الجيش السوري باستحداث فرق جديدة كالفيلق الخامس مثلاً. وبالتزامن مع ذلك تم تعزيز المكانة الدولية لروسيا في النظام الدولي، سيما مع أطراف فاعلة عالمياً مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة. كما باتت روسيا شريكاً رئيسياً في أي جهود لحل الأزمة السورية، وتجلى ذلك في القرار 2254 الذي صيغت بنوده باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة قبل أن يحصل على إجماع من مجلس الأمن. وأيضاً تمكنت روسيا من تثبيت وجودها العسكري في سوريا وتوسيعه ب24 قاعدة عسكرية و42 نقطة مراقبة. وأخيراً استخدمت روسيا الساحة السورية لاختبار واستعراض وتسويق السلاح الروسي. فوفقاً لتصريحات روسية رسمية، قامت موسكو باختبار أكثر من 200 نوع من الأسلحة فوق الأراضي السورية.